البيبي كارم ده حاجة اسمها الحبق. الحبق ده مهدئ للأطفال وكمان للكبار، الناس اللي بيجي لها صعوبة في النوم مش عارف تغلي، الحبق ده مهدئ. ادي اعشاب بتغليزها الشاي. في اعشاب بقى بيتعمل منها ايه؟ زيوت طبية. حاجات بقى لتطويل الشعر وتنعيمه وفرده اسمه اللوز المر. عن في سانت كاترين عشان البلد عالية في الشتاء دايما تلاقي سانت كاترين، لو تسمعوا ايه؟ ماينس 10 سالب 10 درجة حرارة، سالب 5، تبقى البلد كلها بيضة، التلج يسيح، الواحات بقى والوديان تطلع خيرات ربنا. عندهم حاجة اسمها هناك في كاترين اسمه اللوز المر، بيعمل ميكس مع الجرجير السيناوي مختلف عن الجرجير بتاع الدلتا، ويعمل اعشاب بقى ايه بيعمل منها زيوت لتطويل الشعر وفرده. عندهم حاجه اسمها اللوز الحلو، بيعمل ميكس مع سكر ناعم، يعملوا ميكس كده زيت للبشره، لحبوب الشباب، لرهاق البشره، للبقع بتاعه البشره، تمام. عندهم في حاجه اسمه النعناع الاصفر، النعناع الاصفر او الزيت البدوي. النعناع الاصفر ده زيت بيستخدم موسع للشعب الهوائيه، كمان اللي بيجيب الانفيه للبرد، رهيب. ده بيجيبوا البدو يجيبوا كده ميه سخنه ونقطتين من زيت النعناع الاصفر ده ويستنشق منه كده، تمام. يبقى ده دخل للبدو للميزينه. تاني قبيله بتختصر في ثلاث كلمات، عارفين فيلم المصلحه؟ هي قبيلة الترابين، اسمها قبيلة الترابين. موجودين فين؟ في نويبع. فيلم متصور في نويبع بيتكلم عن قبيلة الترابين. بينهم وبين الأردن هو بس العقبة. مين العقبة؟ أصولهم أردنيين، شغالين بقى فين؟ في مين العقبة، فيعتبر مرتاحين ماديا عن قبيلة الميزان. ثالث قبيلة يعتبر من أكبر القبائل تعداد سكاني بعد الميزان اسمها العلايكات، ودي موجودة بمحافظة جنوب سيناء، مدينة الطور بعد شرم الشيخ في 100 كيلو بطريقنا للقاهرة. أكبر شادر سمك في جنوب سيناء في الطور، لأن أولا في شرم ممنوع الصيد، في ده ممنوع الصيد، لكن بيسمح في مدينة الطور، فتعتبر هناك الداخل للعلاجات هي الشغل في إيه؟ الشغل في البحر، تمام؟ في قبيلة اسمها الحويطات، وقبيلة الحويطات دي يا جماعة بعد 67 اليهود هجروهم. راحوا فين بقى؟ اللي راحوا اسمها اللي هي جسر السويس، راحوا المطريه، راحوا المناطق اللي قريبه من السويس. المهم يعني بعد ما رجعنا سينا بداوا يرجعوا. الحويطات دي بقى يعني اخر حاجه اتجمعوا فين؟ في راس سدر. موجودين في راس سدر وعند عيون موسى، تمام. شغالين برضو ببيع المياه الجوفيه، باعشاب برضو شغالين بيها. انا عندي كل القبائل العربيه، سته قبائل عربيه الا قبيله واحده اصولها جريك، يونانيين رومانيين، ولا لحد دلوقتي موجودين يونانيين مسلمين بدو. اللغه بدويه، اللبس بدوي. عند حسام قول عند حسام. اللبس بدوي، اللغه بدويه، كل حاجه بدويه الا الشكل، شكل جريك يونانيين. موجودين اسمهم قبيله الجبليه، عايشين على جبل موسى وجبل سانت كاترين، عشان كده سموهم ايه؟ قبيلة الجبلية او الجبيلة، تمام؟ دول موجودين بالوادي المقدس بسانت كاترين، دول اسمهم قبيلة الجبلية، دول اصولهم